لك مديدة. شوفي انا ما راح اطلع من هون ابتلي فيكم، خلص خليني اطلع بس اعطوني جاكيتي خليني امشي. يلا 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 جيبي لي جاكيتي، جيبي جاكيتي. يلا 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 لا ما تخليها تنزل فيك فوت بنت قدامي. لا شوي لا تمدي ايدك شوي، ارفع عندي ارفع عندي البيت انت ساري انت ساري انت. المقلب اللي احنا عاملينه فيه يعني غريب جدا، عندنا في البيت ما سبق عملناه قبل مره، وان شاء الله بيعجبكم الفيديو وكملوا الفيديو للاخر. اتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنسوا اللايك بكل ما نايم. والله ما في داعي، اذا هنادي عم تسوي شيء قولي لها بلاها. لا يعني احنا ما لنا جايين نجربكم. لا نحن جايين نصور ما لنا جايين نجرب بعض. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، شو جاي تشرب؟ شبك ماما؟ شبك حبيبتي؟ شبك؟ شو في؟ ضربني. مين ضربك؟ مين ضربك؟ مين ضربتها؟ كيف تضرب انت؟ شبلي شعري. ليك ولك انا بنتي خط احمر، انا فوتك بيتي بتحترم حالك، فهمت ولا لا؟ فعلا انك قليل اصل، كيف بتضربها؟ كيف هيك بتساوي؟ طولي بالك هنادي انت، والله ما ضربتها. لك يعني شو ما عليك، دخلناك بيتنا اعتبرناك اخ لنا، فعلا الزلمة الواحد ما يأمن لحدا. شو ها؟ لك يا اختي اعز كمان. لولو لولو يا عمري انا ضربتك؟ كمان شعري كمان. لك يا اخي والله كذابة، انا ما ضربتك. لك ليه عم تكذبي؟ ما ضربه ما ضربه. ليه عم تبلي فيني؟ هاي احمد شاهد، هاي هاي انت كنت قاعده. ايه ايه كنت قاعده. ضربت انا ضربتها؟ ايه ضربت. مين ضرب مين؟ انا ضربتها. شو بدك انت تشبعني؟ اقعد مكانك، اقعد مكانك، اقعد مكانك، احترم حالك اول شيء واقعد مكانك. كيف انت هيك بتساوي؟ كيف تعمل معك انت صغيره؟ طولي بالك. كيف؟ والله ما ضربتها. بنتي ما بتكذب، هاي تنتين بيكذبوا يعني انت صادق يعني؟ انت شفتيني بعيني ضربتها؟ ايه بعين شايفه. بدي تعي تقبريني، تعي لا تبكي تقبريني. لك والله ما ضربتك. لك لا تكذبي انت نظامي. انت بتكذب. بحكي معها باحترام نظامي. انت تحكي احكي معها بنتي باحترام. انا بحترم نفسي وبعرف حالي. بنتي ما بتكذب ما بتكذب. لك اذا بتكون تساوي معنا هيك ودولي ها مشان نقوم نمشي. انا بنتي ما بتكذب. لا كذابه بنتي. لا انت الكذاب. ما تكذبي لو سمحتي. يعني اذا فوتيني بنتك بتجي تقولي هنا. ايه ما بتحكي على بنتي كذابه، فهمت؟ لك يا هنادي والله كذابه بنتك عم تمثل. ليك بنتي خط احمر. اول شيء بنتي ما بتكذب. ثاني مره الحق علي انا اللي دخلتك بيتي. يعني نحن عم نكذب يعني؟ ايه كذابين. شو هيك ثلاثة كذابين؟ بنتي ما بتكذب. فعلا انكم ما بتعرفوا. ولد صغير انا عن جد انكم نور. عن جد. ولد صغير. يعني شو فوتك بيتي واعتبرتك اخي. وبالاخير هيك بتساوي؟ كرتك شيء يعني انت على الكاميرا شيء وهلا قدامنا شيء ثاني. عم تتقوى على طفله؟ عم تتقوى على طفله؟ عم تصدقوا ولد صغير انتوا الثاني؟ ايه الصغيره ما بتكذب. تكذب اكبر كذاب من الاولاد، عم تسوي لها فتنه. ما تكذب ولا ما بتسمع تمك. يلا ورجيني وشك من دون ما ترد. يلا طول لسانك. يلا انقلع يلا يلا انقلع يلا انقلع. باحترام رح نطلع باحترام. يلا 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 نور. يلا 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 وربي لو كان علي انا اللي وثقت فيكم واعتبركم اخواتي دخلكم بيتي. لا قسم بالله لو مالك بنت لحتى انا عليك من هون والله العظيم انا اتفك. والله لانك بنت ما راح احكي معك. روح طلع. وين جاكيتي؟ وين جاكيتي لو سمحتي؟ بربيك هلا بربيك انا ما تحكي بنت، انا بنت بس ب100 رجال بموتى. قسم بالله بدفنك بالحياه. شوفي 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 ما في شيء. شوفي بس جيب لي جاكيتي لو سمحت. ما في جاكيتك. شوفي جيب لي جاكيتي. ضرب بنتي ضرب بنتي ضرب. ما ضربت حدا انا. لا تطلع. لا لا ما ضربت. لا ما دخلتك بيتي. لا قلت صار بيناتنا خلص كمان. عم بتطلع. لا اكسر ايدك. لا تمد ايدك. شوفي انا ما راح اطلع من هون ابتلي فيكم، خلص خليني اطلع بس اعطوني جاكيتي خليني امشي. يلا 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 جيبي لي جاكيتي. جيبي لي جاكيتي. يلا يلا ليش بدك على بنتي انت؟ لا ما تخليها تنزل فيك فوت بنت قدامي. لا تمدي شوي. لا تمدي ايدك شوي. انت ارفع عندي ارفع عندي البيت انت. وضعك ساري انت. ساري انت. مقلب 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 مق
مشان تزبط يعني. ما هو بعرفكم معصبين الناس. صبر معلم. كبرتي عافي بوكس ايمن. طيب مبروك. والله اسمع والله ما قصدي بس انه لانه شوف مبروك المقلاب في ادرينالين كثير ف تنتج بالثلاثه انت جاي لا هسه تصور هذا الثالث فينا. يلا معلم عيش. انت فكرتك لك مو بكفي امبارح عم بشهد عم بقول هي شهاده تقول لي كذاب. لازم شلون تعمل شيء تبكي عم بكوك. تعال هون انت لهون. تعال هون بعد ايدك هيك عم بدي بعد ايدك بعد ايدك عم بدي مقلب هذا. يلا هاي انا استغربت انه فور فيها صفر ايه؟ ايه نعيما نعيما بس انت؟ امبارح صرت 2-0 معي انت وهنالي واخوك لسه امبارح خسران من بنت لسه اول يوم بتفوت في السوشيال ميديا امبارح لسه بالي هلا احنا هلا احنا فايزين عليكم خلص شو معلم؟ صار لنا سيجاره شوي انا ما راح احكي ولا كلمه جيب لك مي ورا ما عندك عفوا بالثاني وين؟ جيب لك مي جيب ولا بدك تنقلك؟ نزعته مرادك لك عادي ايه بدي اكل اصلا مرتب هذا شو خطر لك انت هيك مره هنادي مشان تتذكر اول مره جيت بيت هنادي هيك صار في ما بيصير هذا صار يجي لك انا ما عم بصخى ما عم بصخى مد ايدي بنت يا الله والله بنت ما احلاكم انت ضاربنا ببيتنا كمان احنا جبنا لك هلا شيء شيفنا اجى هذا انا بوليس هلا ونام على نومه ما يتذكر اربعة ثلاثة في بيتنا 2-0 شو بدك معلم؟ ولا حدا انا ما ضربت ايه مش عارف يعني هذا المعلم تعريف ماي مش الريف كمان يلا بس برافو والله طلعتي انت بس اول شيء عصبتيني كثير عصبتيني اللي بكوك لا ما شو هاد طير على امك كلنا ممثلين بارعين بس مهاراتنا مخافينها يعني انا هاي زيادة تزعجني انا هذا امبارح كان معي امبارح كنت معي اليوم انا بدي اعلمكم نعمل مقلب نحن خبروني كذابه هلا طيب خبروني احكوا لي انه في مقلب انا ما بعرف اذا فرد مره لا والله ما بيصير هيك مثل امبارح سوينا في عادي بس بدك رح نسوي كمان مقلب غير هيك فيك انت كمان على فكره لازم عندي هيك عندي فكره على فكره وين الكاميرا؟ وين حاطين الكاميرا؟ اي وحده اي وحده هون اي وحده اي وحده اي وحده هي في الزاويه الان يا سيدي يعني برافو عن جد انا صدمة كلمة الي هاي جوابها وبعدين لما انت انا معصب اللي صار لنا مسلسل عشان نسلم عليك احنا يومين وثلاثه وهيك عملنا فيك شو؟ ما تعيدوها يا زلمه والله ما تعيدوها كان صارت مشكله كبيره هيك مقالب ما بصير انا هذه هيك مقالب والله خير دم عروي جازيت لك مقلب انا ما راح احكي معك مشاكل هذا كثير ليش؟ والله ما راح احكي معك لا لك مقلب اخر شيء بعدين فورو بشوفكم على لو انا جبت لي بهذا ايش كان صار؟ انا شفت لك انا نمنع عليك انا شفت بياكل الكفوف قلت لك على فورو قلت حميت الشغله خلص خلص ستر بريك لا تواخذني خيي بس حبيبي يا محمد حبيبي والله اسف على البوكس ضربتك انا ولا ضربتني اسف صب سيرك شباب ايوان لك عادي مو مشكله فداك منعك عادي انت يعطيك كذا مقالب ما؟ طب والله نبرك ولا نروح نقلع؟ لا عادي بلا ما تقول معلم عادي اهلا وسهلا فيك بلعك يعني مزح بعرفك تتحمل انت يعني بتشيل معالب كثير ناس خلع صار بنعمل كيف معالب بسلم يا والله مع انه جداد ما بتعرفنا وهيك انه حلو اول مره تيجي لعنا يكون هذا المقلب بدايه بس فكره حلوه بدايه يعني كيف خطر لكم الموضوع هذا؟ احنا يهود بني خيبر شو قال؟ بس الايام الجايه يا جماعه رح تشوفوا المقالب غير شكلها نحن جايين نصور ايش بدنا نصور؟ كل الشباب خليني اجيب لك شوكه ايه انا برايي حاول شيل الكاميرات خلص شو الكاميرات تمام صار تصير خلينا ناخذ راحتنا بالحكي نعرف خلص يا جماعه راح نطفيه الفيديو راح تنشروا عنكم ولا انشروا عندي؟ عندنا واللي انا راح اخذ الفيديو من هون راح انشره هنادي اخذ له الفيديو وانشره عندي اوكي لانه انا بعدني ما جهزت قناه تمام يا جماعه انا راح اخذ الفيديو وانشره عندي وراح احط لكم رابط قناه هنادي بالوصف هلا لانه بعدها مو جاهزه قناتي اوكي هي لسه جديده عملت قناه
فبما انه صورت الفيديو مشان ما يروح على الفاضي انا راح اخده وانشره عندي، مثل ما قلت لكم رابط قناتهم بالوصف وكل شيء بدكم اياه منهم اطلعوه بالوصف. تمام يا جماعه، انا برايي هلا هون وصل نهايه الفيديو وتشكروا لي لولو كثير بتجنن والله. ليليانو والله بتطير العقل عن جد، صدمتني صدمتني يوم قامت بكير صدمتني خالصة. إلا سبسكرايب. لا ما بدي أدور يوم دورك، هذا اليوم كان دوري أنا. دورك أنت والله، دورك والله دورك خلاص والله دورك. باي باي كاميرا، نلتقي بمقلب جديد. تشاو.